ما فيني خليكي تروحي وتبعدي، ما تتركيني بترجعكي. بعرف اني انا عملت معك قصص كتيرة معنا منيحة، وغلطت بحقك لما ما وثقت فيكي. كرهي إليك كان غلطة كبيرة وما بتنغفر أبدا، خربت لك كل حياتك. غلطت كتير معك، وغلطت إني ما اعترفت بمشاعري لإلك. أنت متزوج هلأ هون؟ ما قدرت أعملها. إشكي، تقبلي تتزوجيني؟ لو سمحتي وافي. ليكي هاد الشي ما كان سهل، ما كان فيني اهزم غروري وعنادي وطبيعتي وحبك. كيف فيني اكون متأكدة انك ما رح ترجع تتغير؟ كيف فيني اتأكد انك ما رح ترجع تغلط وتدمرني مرة تانية؟ سبق وكسرت اللي قلبي. مستحيل اكسر لك قلبك، ما عاد اسمح لحالي. انا بوعدك. انا كيف فيني صدقك هلا؟ فيكي تطلعي بعيوني اشكي، شو ممكن تقولي؟ شو عم يحكوا؟ الحقيقة ولا الكذب؟ حياتي رح تصير فاضية من دون وجودك. أنا مستحيل كون سعيد إذا تركتيني بهي اللحظة. وينك إشكي؟ تأخرنا. إشكي خالتي لو سمحتي استني شوي، تركيهم مع بعضهم، لا تخربي هاللحظة الحلوة بيناتهم. تعي معي. تتذكري إشكي أول مرة لما كنا جنب المسبح؟ تتذكري؟ في كيمياء حلوة بيناتنا. هاي أحلى لحظة صارت بحياتي، خليها تطول شوي. أنا ما بتذكر. طيب بتعطيني فرصة تانية لأرجع أذكرك؟ أعطيك فرصة؟ أنت بتعرف حالك منيح؟ أنت بتعرف شو عملت معي؟ أنا بتفهمك إشكي، أنا رح استناكي، بس في شي واحد ما رح اسمح لك فيه. شو هو؟ ما رح خليكي تسافري من هون. آسف إشكي، مستحيل خليكي تبعدي عني. عم تفهمي؟ أنا خبرتك شو رح أعمل، هلأ دورك. مرت عمي لا تعصبي أبدا، خدي اشربي لك شوية مي. أهان خرب كل شي، كرامتك وأحلامك كمان خربها. أنت كنتي بتعرفي إنه رح يصير هيك، ليش ما حكيتي؟ احكي لك، ليش ما حكيتي وأنت بتعرفي إنه هيك كان رح يصير؟ ليش ما خبرتينا؟
عيلة المهتة أصدقاء عيلتنا، وين بدي ودي وشي منهم أنا؟ شو رح قلن؟ فهميني. بظن إنه صار لازم أعمل عمليات تجميل، ما بقدر حط وشي بوشهم بعد العمل اللي عملتوها. مسكينة هالريا، يا عيوني هلأ بيكون مكسور قلبها. آهان كتير غبي وخرب حياتنا. يا مادام دورجا، أنت بتعرفي كل الحقيقة، والحقيقة واضحة، وهي إنه آهان بعمره ما حب بنتي. ليش عم تكذبي على حالك؟ ليش؟ أنت قبلتي العرض ووافقتي ينخطبوا، وليكو هرب من مراسم الزواج. هاي تربايتك؟ لأولادك ولأحفادك؟ يعني برأيك هالشي صحيح؟ جاوبيني. كل هالشي صار بسببك إشكي، رح دمر لك حياتك. اشكي، احكي شي. وريا، شو مشان ريا؟ انا كل شي عملته لريا هو كان غلطة. لو تزوجتها فعلا رح تكون غلطة عمري، كانت تجربة سيئة لإلنا. كيف رح أقدر أتزوج ريا وأنا بحبك لإلك؟ قليلي. ما بقدر أخدع بنت ما بحبها، وخصوصاً بإني رح أتزوجها وعيش معها. اشكي اطلعي فيني شوي اذا بتريدي، قليلي انت بشو عم تفكري؟ وقت كنت مقرره انه بدي سافر، حسيت كانه حياتي صارت عتمه. طيب وهلا؟ رجعت الالوان. بس نحن ما رح نقدر نتفاهم. شو قصدك بهالحكي؟ قصدي إنه نحنا منضل عم نتخانق كل الوقت، لك حتى إنك ما بتفهم حكي ولهجتي. وبعدين كيف فينا نكون؟ إيش كان؟ كيف ممكن؟ إيش كان؟ كارتيك علمك هالشي؟ كارتيك ليش حتى يعلمني هيك شي؟ أنا اخترعته. يعني قصدي أنا أقول كل ما حسيت بهالإحساس. أسماءنا مع بعض رح تضل نفسها، يعني اسم الزوجين ما بيعمل رابط جدي بيناتهم. بس أنا اليوم فهمت شي إشكي، بعرف كيف نحن منحس اتجاه بعض. بس أنا سبق وغلطت مرة باختياري للشخص المناسب. هالمرة ما رح تغلطي لأنك اخترتي الشخص الصح. واثق من حالك؟ بس أنا بعرف قديش بتحب عيلتك، وأنا بعرف منيح قديش بتحترمي أهلك وبتحبيهم، وأكيد كمان إلك قيمة كبيرة بيناتهم. أنتي كمان بتحبي أهلك ولازم تكسبي قلبهم. إذا قدرتي تربحي قلبي غصباً عني، مع أنك شايفة حالك كتير يا أنسة، متأكد أنك رح تربحي قلب أهلي. اشكي احكي شي، قليلي بشو عم تفكري؟ أنا هلأ بدي أشتغل، بدي أكون مشهورة والناس تحترمني وتقدرني. أنا ما بدي يكون بس مدام أهان مع الهوترة، وإنت أكيد ما رح تكون سعيد مع بنت مثلي. بس أنا حتى لو ما بعرف بشو عم فكر هلأ، اللي بعرفه إنه حياتي من دونك رح تكون ناقصة ومكاملة، وما رح أقدر أعيش. ما هي
انت بتعرفي كتير منيح انه اهان ما بيعمل اي شيء بدون سبب. اذا لغى هالزواج معناها هو له اسبابه وظروفه. سبب؟ السبب هي اشكي. طيب يعني شو مشكلتك معها؟ اذا هو بحبها كتير لاشكي فاسمحوا له يتزوجها وما توقفوا بطريقه، لانه حتى لو قرر يتزوج ريا ما رح يكونوا سعيدين بحياتهم. أنا وإنتي بنعرف هالشي كتير منيح. الزواج لما يكون تعيس رح يدمر حياتهم هن الاثنين. مرت عمي لو سمحتي أعطي إشكي ولو فرصة واحدة كرمال آهان. أنا بفضل إنه أنهي حياتي كلها على إنه آهان يتزوجها. منمشي؟ كيف بروح معك؟ ستك بتكرهني كتير وهلأ رح تصير تكرهني أكتر. وإذا يعني بتكرهك؟ ممكن لأنه ما بتعرفك منيح. شو قصدك؟ في حدا تاني بيحبني كتير؟ يعني لحد مبارح كنت بتكرهني واليوم غيرت حالي وغيرت إعدادات عقلي كمان. معنك مصدقتيني؟ خليكي تصدقي؟ خليكي؟ طلعي فيني، قربي وتطلعي فيني. تقصد أنه أكتر من هيك يعني لازم أقرب؟ إيه أكتر. قربي كمان. يا ستي حبيبي آهان، عملت يلي بيريحك ويلي عم يدور براسك، وهلأ أنا رح أعمل اللي عم يدور براسي. بس كون سعيد، وإذا بتقدر هلأ تعال حتى تحرق جسدي بإيدك، فهمت؟ ستي ألو ستي، ردي على التليفون. جرب مرة تانية. ما عم ترد. ألو كارتيك، مرحبا كارتيك، بتعرف وين ستي؟ حاكتني ستي وكان باين على صوتها مزعوجة كتير. اسمعني ليك، إذا عملت لحالة شي ما رح سامح حالي بعمري. أنت لازم تعمل أي شي، اتصل بالشرطة، فهمت؟ يلا لازم نعرف وينها. ست دورجا حكيت إن شاء الله ما تكون عملت بحالها شيء. نحن هلأ لازم نعرف وينها. إذا بيصير لها شيء رح أنهي حياتي وما رح سامح حالي لأنه أنا السبب. أهان ما رح يصير لها شيء. أهان عم قلك ما رح يصير لها شيء. إذا بيصير ما رح يصير لها شيء لستك أهان. روّق، هدي أعصابك وساق فيني، امشي. الحقيرة إشكي خربت علي كل شيء. كل شيء كان ماشي حسب الخطة اللي حطيتها، بس أهان فقد عقله وجنه ونسي كل العادات والأعراف والقواعد وتركني وراح لعند هديك البنت التافهة. وأنت شفتي وقلتي إنه هذا الزوج المثالي لإلي، وقلتي لي إنه أهان من عائلة أكابر وأخلاقه عالية كتير وبيسمع كلمة سته، بس شو طلع بالأخير؟ كان بدك شب حليوة من عائلة غنية
إذا أصلاً كان في مشاكل بينك وبين أهان، ليش ما خبرتينا؟ قلت لك من قبل بس تتزوج وبتعملي اللي بدك إياه، بس ما رديتي علي، ما قدرتي تمنعي حالك، رجعتي لعند حبيبك القديم وفوقها حبلتي منه كمان. قولي لي شو رح تعملي؟ مين رح يعطي هالولد اسم؟ قولي لي مين؟ لو عندك صبر شوي ما كان صار معك كل هالمشاكل، وما كنتي حطيتي حالك بهالموقف يلي انتي فيه. صار لي سنتين عم اعمل هالشي، قديش كان لازم اتحمل اهان الممل؟ ما بيحكي الا عن القواعد والمبادئ، عم حس كل شي عم يخنقني من جوا. لك اصلا ما كان مهتم فيني ابدا. كان فينك تخليه يهتم فيكي، هي شغلتك الاساسية، حتى بهي ما نجحتي الحق عليكي انتي. عملت كل شي بقدر عليه، تحملت كون الكنة المطيعة لإلهم واحترمت الكل، ستي وخالتي وعمتي، وافقت على كل شي كان أهان عم يقوله، ما خالفت رأيهم أبدا، وحتى ما جادلته وتحملت كل جنونه. وقت كان يعصب على هالتافهة إيشكي كمان تحملت عصبيته. شو فيني أعمل أكتر من هيك؟ أنا تعبت ومثلت دور المطيعة وما كنت قدرانة أتحمل أكتر من هيك، وبكل الأحوال شو النتيجة؟ هو تركني وراح لعند إيشكي. أهان؟ إيه؟ روح بسرعة واسأل عنا بالمنتجع. وين رح تروحي؟ ما بعرف، بس لازم نروح على محلات مختلفة، هيك منلاقيها بسرعة. خبريني شو بيصير. أكيد. ماشي. مستحيل يكون وصل أهان لشي هلأ، حتى سونالي ما بتعرف شي عن الموضوع. لو كانت سونو بتعرف شي كانت خبرتك أكيد. ليش ما خبرتيني أنتي؟ آه؟ احكي، اسمنا صار مرتبط مع هديك العيلة كمان، إذا هديك البنت الرخيصة التافهة بتصير كنتنا إلنا، وقتها سمعتنا رح تصير بالأراضي. لك ما ضل في شي ممكن يصير معنا أسوأ من اللي صار، تبهدلنا نظامي نحن. بس ماما، بترجاكي لبقى تزيدي علينا، يعني الكل هون متوتر وقلقان بكل الأحوال. أهان أخذ خطوة جريئة وكبيرة وما بعرف أي شي أبدا، فلو سمحتي لبقى تسأليني شي. روز، روز، ستي، ستي تركت البيت وراحت، حكت مع أهان وخبرته أنه ما بقى بدها تعيش معنا. أنا خايفة كتير على ستي، خايفة تكون عاملة شي بحالها. تكون عملت؟ معقولة تكون الست قتلت حالها بسبب تصرف أهان الغبي والمجنون؟ جيني، طلعي الفستان الأبيض كرمال جنازة ستك. أمي بترجاكي، بترجاكي فكري شوي. لك بالجنازة منلبس أبيض، مزبوط جيني؟ مزبوط. طيب، وإذا عن جد ستي صار لشي؟ ما راح يصير لشي، أنا هون لا تخافي، راح نروح ندور عليها مع بعض. شكراً روش، كنت زعلان مني كتير وهلأ. كل اللي بيحبوا بعض بيتخانقوا، بس هالشي ما بيعني إنه نحنا فينا ننسى مسؤولياتنا تجاههم. خلاص انسي، تعالي معي، خلينا نروح. يلا. ليكي سارلو، كأنه المشاكل بلشت؟ مزبوط، أكيد شكلهم المتزوجين الجداد تخانقوا. طيب شو السبب؟ او شو بيعرفني أنا؟ شو مفكرتيني كنت قاعدة معهم بنفس الغرفة؟ ليش انتي ما بتتخانقي مع زوجك؟ شي مرة سألتك شو صاير؟ شو صاير بين راج وسونو يا ترى؟ أنا لازم أعرف فوراً. جيني؟ دورجا مانا شخص ممكن يقتل حاله بهالبساطة، هي أكيد عم تلعب لعبة علينا. خلينا نحضر هالدراما، أكيد رح تكون حلوة. مزبوط جيني؟ مزبوط سارلو. ستي، دورت عليها وما قدرت لاقيها ولا بمحل. كمان أنا دورت عليها، ما بعرف شو أعمل. وين ممكن تكون؟ أخي عرفتوا شي؟ لا أخي، ما وين راحت؟ فتشنا عليها بكل محل بس ما لقيناها. وين بدها تكون راحت؟ شفت ستي؟ لا. وين كنتي؟ ليش ما ضليتي جنبها؟ روي سونو، أكيد رح نلاقيها، طولوا بالكم. وين رحتي يا ستي؟ طيب إذا ما كانت موجودة بهذا المنتجع، طيب وين ممكن تكون راحت؟ يعني هي بتكرهني لدرجة أنه ممكن تعمل أي شيء لتبعد أهان عني، ممكن تأذي حالها. كيف فينا نعيش أنا وأهان سوا مع كل هالكره؟ أنا بعرف ومتأكدة أنه أهان بيحبني إلي، بس ستة كتير بتكرهني. مستحيل علاقتنا تستمر بين حب كبير وكره أكبر.
مستحيل خليها العائلة تتفرق بهالشكل هاد. ما بدي يكون أنا السبب. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.